أبي السماوي الحبيب، في هذا العام سأتغير عن شكلي بتجديد ذهني، سألتزم بمواقفي وسأطيع كلمتك، لن أماطل ولن أخاذل، بنعمتك سأكون الشخص الذي تريدني أن أكون، فلا للأعذار ولا للتأجيل ولا للتراجع وند بالحظ. يا رب أثق بكلمتك أني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أنا أعلن اليوم بكل إيمان أنا أستطيع أن أجدد ذهني وعقليتي، ولأنك أنت معي سأجدد ذهني. لن أركز على السلبيات ولن أعلق بالقديمات، سأملأ ذهني بكلمتك، ولن أسمع أكاذيب الشيطان، ولن أصدق كلام الشك أو عدم الإيمان من عقلية القديمة ومن عقل الباطن. في هذا العام الجديد لن أحتضن مشاعر الأسى وصغر النفس، بل سأنطلق بقوة الإيمان وبمعونة الروح القدس. يا رب سأتحرك لتحقيق أهدافي ودعوتي بمعونتك. لن أجلس متفرجا، بل سأنمي مواهبي وقدراتي، سأركز على شغفي وعلى ما يرضيك أيها الرب وما يفرح قلبك ويفرح قلبي. لن أتكاسل في دراستي أو وظيفتي أو خدمتي والتزاماتي، بك سأتبارك وبك سأكون بركة، سأخضع لك أيها الرب ولكل من هم في منصب، سأحترم ذوي المناصب الروحية والمدنية في حياتي، سأتحرك بإرشاد كلمة الله ولن أعتمد على كلام البشر، سأحيا بحكمتك أيها الرب ولن أحيا بحكمة البشرية، سأعمل بأكثر ذكاء، سأدرس أكثر، سأمشي أكثر، سأتدرب أطول، سألتزم كل وقت بقراراتي ومواقفي حتى عندما لا أشعر. أؤمن بصدق كلمتك وأؤمن بدقة مواعيدك أيها الرب. سأتصرف بقصد وبطريقة متعمدة في كل شيء، فلن أؤمن بالحظ ولن أنتظر الصدف ولن أركض وراء السراب. سأتحمل مسؤولياتي ونتائج قراراتي في الدراسة، في العمل، في العائلة، في الكنيسة وفي المجتمع. لن ألوم الآخرين ولن أتخلى عن مسؤولياتي ولن أنسحب من التزاماتي. صلاتي لك اليوم يا رب، اجعل حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، فأتحمل مسؤولية كلامي وتصرفاتي ومشاعري وأصححها باستمرار. ولأنك قلت في كلمتك لا تذكر الأوليات والقديمات لا تتأمل بها، هأنذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت. بناء على كلمتك أنا أؤمن أن هذا اليوم يبدأ الآن، أؤمن أن هذا العام يبدأ الآن، وأؤمن أن إيماني يعمل الآن. هذا هو عام الذهن المفتوح، هذا هو عام الذهن الجديد. اليوم هو يومي معك، وكل يوم هو يومي معك. نعم لا أستطيع تغيير الماضي، نعم لا أستطيع السيطرة على المستقبل، لكني بالإيمان سأعيش يوما بيوم، سأبدأ اليوم ولن أتراخى أبدا. سأستثمر العام الجديد من خلال استثمار كل يوم وكل ساعة بالذهن الجديد. سأعيش بالنعمة في حياتي والبركات تكون من نصيبي، الخير والرحمة يتبعانني كل أيام حياتي. سأحيا بملء الروح القدس وبقوة القيامة، سأعيش بمحبتك وبمحبة الكنيسة. أنت الرب قوتي ونصيبي، الرب صخرتي وولية، الرب حصني وملجئي، لا يستحيل عليك أمر، أنت معيني، أنت لي فلا أخاف، لا يقف شيء أمامي ولا يرغمن عدوا، بل أتشدد بالرب في كل يوم. شكرا لأنك معي، والذي معي أقوى من الذي علي. شكرا لأنك تسكن في هيكل جسدي بالروح القدس. أعلن هذا باسمك أيها الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. آمين فآمين.